حل في R المترجحة ln ديال 2x ناقص 2 ناقص ln ديال x زائد 1 أصغر قطعا من 0. إذا أول خطوة تحديد مجموعة تعريف المترجحة. إذا لتكون دي مجموعة تعريف المترجحة دي تساوي إذا x عدد حقيقي كينتمي ل R. هنا كندير الشروط، ما بداخل ln خصو يكون موجب قطعا. إذا الشرط الأول 2x ناقص 2 أكبر قطعا من 0، والشرط الثاني x زائد 1 أكبر قطعا من 0. إذا لدينا شرطين، إذا 2x ناقص 2 أكبر قطعا من 0 تكفي أن 2x أكبر قطعا من 2، إذا كندير ناقص 2 للطرف الثاني كنقسم على 2 كترجع x أكبر قطعا من 1، والشرط الثاني x زائد 1 أكبر من 0 تكافئ أن x إذا زائد 1 كنديوها للطرف الثاني كترجع ناقص 1، إذا x أكبر من 1 و x أكبر من ناقص 1. إذا d تساوي إذا x أكبر من 1 و x أكبر من ناقص 1. إذا إذا كانت عندنا x أكبر من 1 فهي حتما أكبر من ناقص 1، وبالتالي ف مجموعة تعريف المترجحة x أكبر من 1، أي إلا بغيت نعبر عليها مجالات غيكون هو المجال 1 زائد لا نهاية. إذا لتكون x أو لكل x من d لدينا، إذا هاد المترجحة تكافئ ماذا؟ إذا كان d هاد ناقص الالين ديال x زائد 1 كنديوها للطرف الثاني، اذا شنو غادي يرجع؟ يرجع عندنا الالين ديال 2x ناقص 2 اصغر من الالين ديال x زائد 1. اذا الالين اصغر من الالين يعني ما بداخل الالين اصغر ما بداخل الالين، اذا 2x ناقص 2 اصغر من x زائد 1. اذا الاعداد المجهوله غادي نديها للطرف الاول والاعداد المعلومه للطرف الثاني. إذا جوج إكس، إكس غترجع ناقص إكس، وناقص جوج دينا الطرف الثاني غترجع جوج زائد 1. إذا جوج إكس ناقص إكس هي إكس أصغر من 3، إذا إكس أصغر من 3 وحسب الآخر إكس ستكون أكبر من 1. إذا حنا عادة كنديرو التقاطع، يعني الحل شنو هو؟ هو التقاطع ديال هاد المجال اللي هو ناقص للنهاية 3، تقاطع ديالو مع المجال 1 زائد للنهاية. إذا هذا هو الحل، يعني إلا درنا التقاطع شنو غادي يكون؟ إذا إلا بغينا نعبرو عليها بواحد المستقيم مدرج فغيكون عندنا 0 هنا 1 2 3، إذا إكس أصغر قطعا من 3 وإكس أكبر قطعا من 1، إذن هو المجال 1 3. إذن تقاطع المجالين هو المجال 1 3.